الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا ند له، شهادة تدفع عن قائلها الغمة. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا سيد هذه الأمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء ما أوجب واجتناب ما حرم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تعالى هي خير الزاد ليوم المعاد. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا معي قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم لا يحصيها إلا هو سبحانه. أنعم علينا وأنعم على الإنسان بنعم عظيمة جليلة. خلق الإنسان سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، في أحسن صورة ما شاء ركبه، وزاد في كرامته، فوهبه العقل وميزه ليعرف خالقه بصفاته وفعله، فيعتقد أن بارئه سبحانه وتعالى هو بارئ كل شيء، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، حي قدير عالم مختار، سميع بصير، متكلم لا شبيه له سبحانه. وليتلقى التكليف عن ربه فيعبده سبحانه وتعالى ويعرف نعمه ويشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه، ويثني على الله تعالى حق قدره، وأوجده الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا حيث شهواتها ونوائبها كرارة، وابتلاه بشيطان يقعد له صراط الله المستقيم، وغايته أن يضله ويغويه،
إخوة الإيمان، إن وقاية القلوب من تلك الأمراض وطبها من تلك العلل إنما يكون بإرشاد خالقها العالم بها، ولا سبيل إلى حصول السلامة والعافية إلا من طريق الرسل الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فإن صلاح القلوب هو بأن تكون عارفة بربها بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته تبارك وتعالى ولمحابه، مجتنبة لمناهيه ومساخطه، ولا سبيل إلى تلقي هذا ومعرفة ما يرضي الله تعالى وما يسخطه وما ينجي في الآخرة مما يهلك إلا من جهة الرسل المبلغين عن الله تبارك وتعالى، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، فإن العقل لا يدرك ذلك استقلالا. فكانت حاجة الخلق إلى الأنبياء الكرام حاجة ضرورية، فأتم الله تعالى نعمته على الخلق بأن تفضل عليهم بإرسال الرسل والأنبياء مبينين السبيل لما فيه عافيتهم وسلامتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالأنبياء الكرام إخوة الإيمان هم صفوة الخلق، اختارهم الله تبارك وتعالى على علم وفضلهم على العالمين، فهم عليهم الصلاة والسلام أعلم الناس وأتقى الناس وأبر الناس وأحلم الناس وأصبر الناس وأرحم الناس وأحسن الناس. اختصهم الله تعالى بالنبوة فضلا منه ورحمة، لا كسبا منهم واستحقاقا، فإن الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء ولا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، بل الله تعالى حفظ الأنبياء الكرام عما لا يليق بهم، وعصمهم ربنا تعالى عن النقائص، فهم الأئمة والقدوة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إخوة الإيمان، النبي هو رجل أوحى الله تبارك وتعالى إليه باتباع شرع، أي جملة أحكام، وأمر بتبليغه قومه. وأما النبي الرسول فهو نبي أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغ ذلك قومه. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فكل من الأنبياء والرسل أمر بالتبليغ. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكل الأنبياء الكرام بعثوا إلى قومهم
ليعلموهم أمور دينهم، وبشروا من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا بالجنة، وأنذروا مكذبهم بالنار. وأما ما يقوله بعض الناس من أن النبي لم يؤمر بالتبليغ فهذا خطأ فادح والعياذ بالله تعالى. إخوة الإيمان، كل الأنبياء الكرام من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على دين واحد هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخوة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. إخوة الإيمان، سيدنا آدم نبي رسول دعا قومه إلى الإسلام، ولم يكن في زمانه من البشر من هو كافر، بل كانوا على الإسلام جميعا، لكن كان منهم العاصي ومنهم المتقي. إخوة الإيمان، ودعا سيدنا نوح قومه إلى الإسلام، وكذا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذا سيدنا يعقوب عليه السلام، وكذا سيدنا موسى وسيدنا عيسى، كلهم دعوا عباد الله تعالى إلى الإسلام. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في القرآن الكريم في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي في وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن على الأرض مختلطا بالناس في ذلك الوقت مسلم غيره صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بأنبياء الله الكرام في دار السلام. هذا وأستغفر الله، فيا عباد الله استغفروا الله. الحمد لله حق حمده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، قوموا بأداء ما أوجب الله عليكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم. واعلموا إخوة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وإياكم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، إذ قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولمن أوصانا الدعاء، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم الطف بإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع الظلم عنهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.